وللتعرف أكثر على تطورات المشهد في درعا جنوب سوريا والحملة العسكرية التي تقوم بها قوات النظام السوري مدعومة بالميليشيات الإيرانية مقابل تمكن المعارضة السورية من السيطرة على العديد من حواجز النظام، معنا من الدوحة المعارض السوري المستقل السيد خليل المقداد. مرحبا بك معنا. نعم، مرحبا بكم أخي الكريم. أهلا بكم. أولا، كيف تقيمون أداء المقاتلين في صفوف المعارضة السورية من خلال السيطرة على العديد من الحواجز والنقاط الاستراتيجية، ويعد ذلك نجاحا واضحا على ما يبدو؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نتحدث عن مقاتلين وعن ثوار وعن فصائل ومجموعات، علينا أن نضع بالاعتبار أنه لا يوجد هناك فعليا أي فصائل تتواجد رسميا، لأنها جميعا حلت ولم يتبقى منها شيء، ومنها من رحل، ومنها من ترك السلاح، ومنها من سلم، وكل السلاح الثقيل والمتوسط. يعني هم مقاتلون سابقون سيد خليل، ربما نقول. نعم، أنا أوضح يا سيدي لكي يفهم الناس. نعم، مقاتلون سابقون وربما جدد، لا يهم. المهم أنهم مقاتلون تجمعوا على عجل، مقاتلون لم تعد يجمعهم ذات التشكيل الفصائلي، وبالتالي فما يفعلونه أو ما حققوه يعتبر إنجازا عظيما بكافة المقاييس، خاصة وأنها مقابل جيش وأمن يفترض أنه مدرب. ثانيا، النقطة الثانية والمهمة جدا التي نضعها في اعتبارنا عندما نتحدث عن درعا وما يحدث فيها، درعا عمليا ونظريا تعتبر من المناطق التي سلمت للنظام والتي دخلت في مصالحات وتسويات، وهكذا يقال. لكن ما يحدث على أرض الواقع هذا أكبر دليل على أن درعا لم تصالح، لم تهادن، وأنها ربما بيعت على عجل من قبل فصائل مسلحة آنذاك بضغط وقرار دولي عن طريق عرابي هذه التسويات، خالد المحاميد، أحمد العودة، ولدينا بشار الزعبي، أبو البردان، وزريق، وإلى هؤلاء. إذن نحن الآن أمام أشخاص يرفضون التهجير، يرفضون القتل، يرفضون الحصار. هذه ما يحدث اليوم، يعني كان نتيجة أو تطورات، لأن النظام في كل مرة كان يغدر، الآن خان وتراجع عن الهدن وما اتفق عليه في البداية مع روسيا في العام 2018، ثم في العام 2020 كان هناك أيضا معاهدة، واليوم يريد أن يحقق معاهدة ثالثة أو تسوية ثالثة. إذن هو يغدر، يريد أن يحقق ما يريد خلال زيارة عدد النقاط المتواجدة في مدينة درعا البلد. سيد خليل، ما المبرر لهذه الحملة العسكرية التي يقوم بها النظام الآن؟ النظام يريد أن يفرض سطوته، يريد أن يتراجع عن أي امتيازات قدمها للناس، لأنه معروف عنه، مشهور عنه أنه لا يحفظ عهدا وليس له ذمة، وأنه طالما كانت له اليد العليا فإنه يسوم الناس سوء العذاب، وهذا يفسر الحقد الطائفي. لأننا علينا أن نعلم أن هذه القوات التي تحاصر درعا البلد أو تقوم بعملية الهجوم على درعا البلد وتسببت بحوالي 20 شهيد حتى الآن خلال يوم واحد، هي قوات عبارة عن قوات ميليشياوية نصيرية وصفوية ومجموعات من الحاقدين على المسلمين العرب والسنة، وهي امتداد لما مارسته في العراق بالمناسبة، لأننا علينا أن نتذكر ما فعلته تلك الميليشيات في العراق، وهي تمارس اليوم نفس السياسة في سوريا الشام. إذن إيران تحاول فرض سطوتها على المنطقة الجنوبية، وبالتالي هناك عمليات شبه يومية كانت تتم تتصدى للوجود العسكري الإيراني الميليشياوي والنظام السوري الذي يحاول أن يغير قواعد اللعبة وأن يعني يخرج درعا من دائرة أنها صالحت وسلمت لكنها لم ترضخ. هذه نقطة مهمة جدا. نعم تمام. لكن كيف يمكن قراءة موقف روسيا في جنوب سوريا وفي درعا بالتحديد؟ ماذا تريد وقد أحجمت عن استخدام طيرانها حتى الآن، وهو الذي يقلب معايير المعادلة في أوقات سابقة؟ حتى لو أرادت روسيا أن أولا، روسيا هي من رعت الاتفاق، وروسيا تتحمل مسؤولية هذا الهجوم. نعم. ثانيا حتى لو أراد الطيران أن يتدخل، سيتدخل ضد من؟
نحن أمام مجموعات تقاتل حرب عصابات، مجموعات صغيرة تقوم بالإغارة على مواقع، تسيطر، تقتل، تأسر، ثم تنسحب وتختفي. يعني حتى لو أراد الطيران أن يتحرك في عشرات القرى على امتداد مساحة حوران فإنه لن يستطيع، لا يوجد أهداف لكي يقصفها. يعني هم هاجموا الحاجز، أحرقوه وقتلوا من فيها أو أسروه ثم انسحبوا. سيتدخل ضد من؟ أحياء درعا البلد محاصرة، هل سيتدخل الطيران ليقصفها وينهيها أو يدمرها يمسحها في الأرض؟ يستطيع، حتى الفرقة الرابعة تستطيع يا سيدي. هم يحاولون اقتحام هذه المنطقة فقط لا غير. وما حدث على امتداد رقعة حوران كان فزعة على ما يسمى الفزعة، مهاجمة نقاط ومحارس ومعسكرات وسكنات النظام في حوران. وبالتالي حتى لو أراد أن يتدخل لن يستطيع. هو تدخل فعليا الآن بإرسال العميل المزدوج أحمد العودة لكي يضغط باتجاه يعني تسويمات وترفع الحرج عن النظام. هذا ما فعله فعليا. نعم. أشكرك جزيلا من الدوحة، المعارض السوري المستقل السيد خليل المقداد.